إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي على وفية إلما كنتم، نرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة إيمو الزركندار، طريق ما بين فاس وإفران عبر إيمو الزركندار. حرارة مفرطة واصلة هنا في موزار واحد يعني 29 درجة ديال الحرارة، وطبيعة الحال الأجواء مثيرة هنا، أجواء يعني صيفية بامتياز. الصيف فالصيف هاد السنة جا بكري، كنشوفوا الارتفاع ديال المهول في درجة الحرارة، فالله يحضر السلامة يا رب الفلاحة. يعني الأزمة ديال الغلاء مع الأزمة ديال الجفاف فكيأثر بزاف هاد الشيء على الفلاح، فالله يرحمنا يا رب، الله يجعل تكون شي تساقطات مطرية في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. إذا كتشوفوا متابعينا الكرام دائما في الطريق ما بين إيمو الزار وإفران، كما كتشاهدوا معنا الأجواء كيفاش دايرة، أجواء مثيرة بالطريق، يعني الجمالية ديال بلادنا باينة يعني من خلال هذا المناظر الرائعة والساحرة في هذه الطريق. الحمد لله. إذا دائما معكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي من مدينة إيمو الزركندار في اتجاه إفران. طبعا هذه الحلقة غنقول لكم هذه الأجواء كيفاش دايرة في الطريق. الجمالية ديال بلادنا أكيد العشاق ديال المنطقة ديال إيمو الزار وإفران، هذه الأجواء كنقلوها لكم بالصوت والصورة على لحظة بلحظة على المباشر من هالطريق المؤدية إلى مدينة إفران بطبيعة الحال. فوقاش آخر مرة زرتوا مدينة إيمو الزار وإفران؟ خليوا لي التعليقات ديالكم من منطقة كتابعونا، كيفاش داير الأجواء الصيفية عندكم؟ واش وصلكم الصهد ولا مازال؟ كنشوفوا الان يعني درجة الحرارة وصلت لفاس اليوم 32-33 درجة في مدينة فاس، خليتها في فاس 33-34 درجة، يعني درجة حارقة، فالله يحد الباس يا رب والله يخفف علينا يا رب. أجواء ديال عيد الأضحى الآن ولاو الناس كي بريباري، وكاين الناس مساكين اللي كيفكروا من دابا في الاقتناء الأضحية ديال العيد. الفلاحة مشينا كنشوفوا الفلاحة وكنسولوا كنشوفوا الأحوال ديالهم، لقينا بأن الفلاح مهلوك، الفلاح داك شويه ديال الزرعه مشالو تحرق له، والماشيه يعني ولات ما كتلقاش الكلاء باش غلا انها تاكل. الفلاح مساكن قبيله في الجماعه ديال عين بيضاء، مشينا كنشوفو كنسولو، والله الا لقينا الناس مساكنين داك مألمين لان الجفاف هاد السنه بدا بكري، يعني بدا شحال دابا حنا في الشهر يلاه يعني 26 في شهر افغيل، والجفاف بدا بكري يعني 25 افغيل، يلاه 25 افغيل الجفاف بدا بكري، الله يدير لي فيها الخير وصافي. كيفاش غيكون الجو في شهر 7 وشهر 8؟ ربي يدير شي مسلك ديال الخير للجميع يا رب. اذا معكم متابعينا دائما في الطريق الرابط ما بين إيمو الزار وإفران، كما كنقول لكم هذه الاجواء اجواء مثيره في الطريق. اكيد كنا كنقول لكم الاجواء ديال تولوج كتساقط هنا، وكنا دائما القناه ديال شوف تيفي كتنتقل وكتقربكم من الجماليه ديال إيمو الزار وإفران اثناء يعني تساقط الثلوج. الان كتشاهدوا تبارك الله هذه المنطقه هذه، واخا كيكون الصاد في كل انحاء المغرب هنا كيكون شويه مبرد الحال. قلت خليت في فاس يعني خليت 34 درجه، هنا دابا في موزار بالقرب من ضيت عوا كاينه 28 درجه عندي في الطابلو، وصلت 28 درجه. مازوت داير 12 درهم، ليصوص داير 14.45، ايوا شويه بعدا على 16 درهم و 17 درهم. شكرا على الفلور، شكرا شكون اللي خلى لي ورود، شكرا على التفاعل ديالكم، على لي جيم ديالكم، للبارطاج، لي كومونتير، كنحييكم وكنشكركم بزاف. رادار مرحبا خويا مرحبا، لا راني غادي غير بالقانون، راني كندير ريغولاتور دو فيتاس كنخليها غاديه ب 60، دابا راه غادي ب 63-64، كيعطيوك داك 6% ديال الهامش، يعني عندك 60 كدير داك 63-64 كتبقى غادي عادي، كاينش لي ديرونجيك. الواحد يحترم القانون، يحترم السرعه القانونيه، يمشي ترونكيل، ما غيتعرض لا المساءلة من عند رجال الطرق لا والو، يعني غتمشي بالقانون ديالك في الطريق، تستهلك بلا ما تهلك. شوفوا تبارك الله الطيعات الفلاحية هنا، الخوخ والمشماش والتفاح،
منطقة غنية بثروات هنا في إيمو الزركندار، خيرات ديال بلادنا والله. خاص غير الثمن يكون معاوض. دابا الدلاح قبيلة في الصباح درنا صورنا مول الدلاح، الدلاح وصل 14 الكيلو 14 درهم، والدلاح ديال 2 درهم 3 درهم دابا والله الا 14 درهم دايره، يعني الدلاحة غتقام عليك بواحد 150 درهم. لافوكا دايره 60 درهم 65 درهم. ايوا هذا هو الاشكال اللي كاين، هو الغلاء ديال الاسعار اللي نتمنوا صادقين بان الامور تتخفض وترجع لسابق العهد ديالها. الدخلة ديال ضيت عوا السي يوسف تقربنا لدخلة ضيت عوا خويا العزيز، قربنا احنا قربنا لدخلة ديال ضيت عوا. كاينه الحرارة غير طارق شوية ديال راني مبرد.